جزاكم الله خيرا. تقول: هل يجوز أن أركب السيارة التي يسوقها أحد جيراننا الأمين الملتزم كما يشهد له الحال؟ نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، ومعه زوجته الملتزمة بالزي الشرعي، ومعي أنا ابني الذي عمره 11 سنة، ونذهب معه لسماع بعض المحاضرات الإسلامية. لا بأس بذلك ما دام لم يحصل خلوة بينك وبين هذا الرجل، بل هناك معكم في السيارة ركاب آخرون، زوجته وأولادك، فإن الخلوة قد زالت، لكن بشرط التزام الحجاب الساتر. نعم.